طيب دكتور، الاحتيال الإلكتروني أو التصيد الإلكتروني مختلف عن فكرة الاختراق أو الهاكينج، ولا هي نفس الفكرة بس خلينا نقول إنه الأساليب أو الاهتمام بالمعلومات بقى شكله مختلف؟ يعني بدل ما اخترق حساب واخد حساب، بقى لا، هاخد المعلومات اللي أنا عايزها وخلاص. يعني عرفنا الفرق لو في فرق. هو طبعا التصيد الالكتروني هو انا بتبرع شخصيا نتيجه الغلطه اللي انا بعملها لعدم درايتي لعدم وعي بالموضوع ده، انا اللي بتبرع بالمعلومه. يعني الغلطه والمشكله بتبتدي من عندي، مش شخص ناوي يخترقني، لا، انا من الاول اللي فاتح حاجتي على كل الناس، وهي الناس هي اللي بتشوفها. هو حضرتك مثلا بتحصل كتير قوي ان بيجي لي بريد الكتروني يبدو ان هو جاي من البنك، او يبدو ان هو جاي من منصه عالميه مثلا للتجاره الالكترونيه او من مواقع الشهيره للتواصل الاجتماعي، وانا بلاقي بيقول لي حدث بياناتك، البيان ممكن في مشكله، انا محتاج ان انا اراجع معاك بياناتك، فبلاقي لينك بدوس عليه، فبخش اتبرع بكل حاجه وبديله كل الكلام ده. فاحنا عشان كده مهم قوي ان احنا هذه النوعيه من الرسائل، اذا كانت رسائل جايه في بريد الكتروني او جايه لي على واتساب ولا جايه لي على رسائل قصيره، ما حدش يا جماعه يخش على هذه الرسائل، ما حدش يتعامل مع هذه اللينكات الغريبه. حضرتك بتنسي اكنها ما جاتش خالص، بتعملي عليها ريبورت او بتبلغي ان دوت رساله قد تكون خطره. انما هو المخترق بقى هو بيخش بيبذل مجهود شويه، انما في حاله التصيد انا اللي بتبرع كامله ان الامور في كتير من الاحيان حقيقه بتبان انها حقيقيه. يعني الهاكر او المتصيد الالكتروني لما بيدخلني على موقع هو بيبني موقع زي موقع البنك بالظبط. انا بالفعل انا حصل لي نفس الموقف ده، يمكن واحد من المواقع هي كان انستغرام، حتى كان لقيت مش فاكره ايميل تقريبا او رساله او يعني مش فاكره بالظبط كانت ايه، ويعني اللي خلاني اتلخبط شويه انه نفس شكل الموقع بالظبط، نفس كل حاجه، يعني متقلد بدقه رهيبه جدا. انا بس يمكن عشان شكيت، عارفه انه هذا الموقع او هذه المنصه ما بتبعتش هي الرسائل دي لحد، فدخلت وقعدت ادور. لكن انا لو ما كنتش يعني استغربت شويه، لا، كان ممكن اقع في الموضوع عادي، انه فعلا معمول بدقه زي ما حضرتك بتتكلم، هو بالظبط نفس المنصه بنفس الطريقه بنفس شكل الموقع بنفس كل حاجه. ده حقيقة ان هم في منتهى الذكاء حقيقة. هو علشان يوقع المستخدم في هذه النوعية من الغلطات لازم يحاكي الحقيقة بالظبط، فهم بيبذلوا مجهود حقيقة اذا كان بيعملوا منصة انستجرام ولا بنك من البنوك، هو بينقلها بالظبط علشان حضرتك وانت داخلة ما يبقاش عندك شك اني داخلة على الحساب بتاعك الحقيقي. انما حقيقة الامر هي المنصات دي ما بتطلبش منها المعلومات، ان المعلومات موجودة عنده، ده بالعكس المنصات دي في حالة محاولة اختراق حسابي هو بيقول لي انت دخلت من المكان دوت ولا لا، انت لو انت دخلت خلاص انسى الرسالة، لو انت ما دخلتش يبقى حضرتك اعمل ريبورت او بلغ الموضوع. صحيح. فهو احنا بنقع في الغلطات دي نتيجة قلة الوعي عند البعض حقيقة، ودي مئات الالوف او يأسف مئات الملايين حقيقة من الحسابات بيتم اختراقها كل سنة. احنا في تقرير طالع بنتكلم على 650 ملف شخصي تم اختراقهم من اول السنه لغايه شهر يوليو، ده اخر بيان طلع في هذا الموضوع. فاحنا عندنا يعني حوادث كتيره جدا، مش كده لازم نخلي بالنا، لازم المفاهيم دي تبقى موجوده عند كل الناس على فكره. طول ما انا داخل على الانترنت ملهاش علاقه بقى انا سني قد ايه او خلفيتي التعليميه عامله ازاي، لازم ابقى عارف ان في بعض المحاذير، وهي حاجات على فكره الحمايه منها سهله وبسيطه، هي عاوزه بس يكون الواحد واعي هو بيبص على ايه وبيخش على ايه وما يخشش على ايه. انما المنصات دي ما بتطلبش اي معلومات حقيقه، ولا البنك بيطلب ولا الفيسبوك بيطلب ولا انستجرام بيطلب. حقيقه احنا اللي بنخش بنقع في هذه النوعيه من الاخطاء، وكلنا معرضين فيها، ان هي لحظه واحده لو انا ما خدتش بالي هعرض كل حساباتي للخطر حقيقه.